أنا اللي هو أحمد شكري أحد ضباط خلف خطوط العدو، استطلاع خلف خطوط العدو في جهاز الاستطلاع. اتنقلنا بعد كده، كنت لسه ما زلت بخدم في قطاع الجيش الثاني، والفرقة 18 اتنقلت من قطاع الدفرسوار جنوب التمساح حتى الأنطرة، جنوبا من جزيرة البلاح، شمالا حتى قطع بور فؤاد. أنا نفذت عمليتين في الفترة دي، بس منهم عملية متأخرة شوية، بس هتكلم على العملية الأولانية. العملية الأولانية برضو كلفت كان عندنا العدو الإسرائيلي كان بيحط مرابط الدبابات بتاعته متقاطعة في الضفة الشرقية عشان يضربوا من الجنب، عشان الدبابة وهي طالعة من المربط بتاعها لما تضرب في الضفة الغربية ما يبقاش احنا شايفينها وهي طالعة عشان تضرب. فكانوا بتطلع المرابط متقاطعة، سواء إذا كانوا هيضربوا بالذخيرة بالمدافع يعني، أو إذا كانوا هيضربوا برشاشات النص بوصة، لأن كان معظم التسليح الإسرائيلي على المركبات أو على الدبابات الرشاش النص بوصة الأمريكاني. فكلفت أن أنا أنفذ مهمة في بين المرابط اللي بين النقطة القوية بتاعة البلاح والنقطة القوية رقم واحد اسمها نقطة الجمرك في الأنطرة الشرقية. احنا زي ما قلت قبل كده ان احنا بننفذ مهام استطلاع، ما بننفذش عمليات قتال، بس قالك احنا محتاجين ان احنا نلغم المرابط دي. طيب الحقيقة انا بمساعدة من قائد الفرقة كان ساعتها العميد فؤاد عزيز غالي، كلف كتبت المهندسين ان انا يجي من عندها ضابط ويجي من عندها صف ضابط متطوع يتدرب مع المجموعات بتاعتنا عشان ننفذ هذه العملية اللي هي في عملية تلغيم مرابط الدبابات اللي موجودة في الضفة الشرقية بين النقطة بتاعت 51 وبين النقطة رقم 1 جمرك الأنطرة شرق. اليوم ده بالذات كان عايزين ننفذ، قعدنا 3 أيام نحاول الضفادع البشرية تعدي الحبل، من قوة التيار في قناة السويس ما قدروش يعدوا الحبل. الحقيقة اللي حضر معايا في تنفيذ هذه المهمة كان معايا 2 ضباط، منهم واحد أقدم مني كان اسمه أحمد العشماوي، وأنا دفعة 52 وهو دفعة 51، بس كان معانا في الكتيبة. وكان معايا ضابط لسه جايلي جديد برضو، وكان ضابط من الضباط اللي هم ذات يعني ضباط يعني على اعلى مستوى من المعلومات والتدريب، دفعه 56 اسمه محمد عبد النبي. وكان مهمتنا ان احنا نعدي الضفه الشرقيه ونمشي من ورا نقطه قويه بتاعه البلاح عشان نلغم مرابط الدبابات في الضفه الشرقيه. قعدنا 3 ايام الضفادع مش عارفه تعدي الحبل من قوه التيار اللي موجود في قناه السويس. احنا معانا الغام وعايزين نعدي الدو، وكل واحد فينا شايل لغم غير التسليح الشخصي بتاعه، ومعانا الاجهزه السلكيه بتاعتنا اللي هنعدي بيها الضفه الشرقيه. طيب انا عشان اوصل لنقطه 51 كان الطيار في اتجاه الجنوب، الطيار كان في اتجاه الشمال جاي من الشمال للجنوب، فكان الطيار قوي جدا. فاما قعدنا 3 ايام مش عارفين نعدي الحبل، كان موجود ساعتها اللواء عبد المنعم خليل كان قائد الجيش الثاني حضر العملية، فقال خلاص احنا مش هننفذ. ليه؟ كان كل يوم القمر بيزيد واحنا مش عايزين نعدي في ضوء القمر. ففي ثالث يوم قلت له يا فندم هنعدي قناة وهنحط الألغام، يا ابني بلاش التعنت ده. قلت له يا فندم هنعدي تقديف. قال لي هتعدي تقديف ازاي في قوة الطيارة؟ قلت له يا فندم انا همسك الدفة بتاعت القارب الزودياك اللي معايا والناس هتقدف وهنعدي الضفة الشرقية جنوب النقطة 51 من 2 ل 3 كيلو. النقطة 51 فاحنا ترقيم القناة قدامنا، يعني ايه كل كيلو كان ليه رقم. فقلت هنعدي نوصل، الطيار هياخدنا يمين فهنعدي عكس التيار لغاية ما وصلنا للنقطة بين النقطة 54 والنقطة 53 ترقيم قناة، يعني احنا برضو جنوب النقطة بتاعت 51. والحمد لله عدينا، وعدينا بالقارب وعدينا تقديف والمجموعة عدت
كان معايا انا اتظبط زي ما قلت عبد النبي، وكان معايا احمد العشمان. واحنا قبل ما نعدي الحقيقه يعني الواحد يقول الحقيقه، كان احمد العشمان برضو من الضباط المنوفيه الجدعان جدا، بس قالوا لي انت اللي مسؤول عن العمليه، يعني انت قائد هذه العمليه، وانا اللي هوزع المجموعات ازاي وهنعدي ازاي وهننفذ ازاي. فالحقيقه الناس امتثلت للاوامر وعدينا، وكان معايا عبد النبي ده اول مره يعدي قناه السويس واول مره يعدي في مهمه قتاليه. عدينا ووصلنا هناك، جينا نطلع على الضفه الشرقيه من الساتر الترابي. كان ساعتها بقى هما ايه، عززوا المواقع بتاعتهم وعلوا الساتر الترابي وعلوا الميول بتاعته، بس ايه عمليه كانت صعبه ان احنا ازاي نرسي على البر هناك من حيث ان القارب بتاعنا ما يلطش في الحديد المصدي بتاع قناه السويس اللي على الضفه الشرقيه. الحقيقه عدينا وعدينا تأديف وبنجاح. لما ابتدينا نعدي السطر الترابي كان لازم نخش ورا، كان في هناك طريق اسمه رقم واحد والطريق رقم اتنين في ورا المواقع النقط القوية الإسرائيلية. فالطريق قلنا هنعدي ناخد الطريق رقم واحد ونخش من وراه في الفاصل بين النقطتين القويتين عشان نلغم مراكز الدبابات. لما جينا نعمل كده فكان عندنا طبعا احنا بيبقى معانا في بنقسم المجموعات، في مجموعات قتالية ومجموعات مراقبة ومجموعات وقاية. فمعدينا وابتدينا نعدي الساتر الترابي ونخش، فكان مهمة الضابط أحمد العشماوي إن هو ياخد المجموعة اللي معاه ويعدوا يخش على الطريق رقم اتنين من ورا. المنطقة دي ما كناش نعرف مكتوب على الخريطة قبل ما نعدي انها منطقه صالحه لجميع الحملات، ولكن اول ما دخلنا في المنطقه دي لقيت احمد العشماوي دخل في منطقه سبخيه. يعني ايه منطقه سبخيه؟ زي الرمال المتحركه كده. لقيته غرز وجاي بالطين بتاعه في سلاحه والجهاز اللاسلكي اللي معاه، غرز في الطين وفي بندقيه من بتاعتهم غرز في الطين. فالحمد لله انهم قدروا يتخلصوا من الطين وجوا. قال لك احنا مش هنقدر نخش بالطريقه دي. قلت لهم ده احنا لازم نخش ولازم ننفذ، مش هنرجع بالالغام. طبعا لقيت ان مفيش قدامي حل غير ان انا امشي مع الساتر الترابي في الضفه الشرقيه من تحت النقط القويه عشان اوصل لمرابط الدبابات. والحمد لله تم الكلام ده بنجاح. الاسرائيليين بالليل كانوا بالرشاشات النص بوصه بيضربوا طلقات ناريه، كان ايه احنا بنقول عليها يعني مش قصدنا، ما هو يعني. فاللي معايا قالوا لك لا ده دول بيضربوا علينا. قلت لهم لا ده طلقات تفتيشيه، ما دام وصلنا يبقى لازم ننفذ. والحمد لله طلعت الطلقات اللي كانوا بيضربوها تفتيشيه بس كده في القناه والكلام من ده، وعدينا من تحت السطر الترابي وطلعنا السطر الترابي، لغمنا المرابط الدبابات وابتدينا في عمليه العوده. الحمد لله وصلنا بسلامة الله لمرابط الدبابات ولغمنا مرابط الدبابات بالألغام الميم دال اللي موجودة معانا، وابتدينا في عملية الرجوع. طبعا برضو كانت عملية في منتهى الصعوبة، والكلام ده تقريبا في آخر 69 أوائل يناير سنة 70. وإحنا راجعين عايزين نرجع الضفة الشرقية الغربية بقى. إحنا وإحنا بنعدي الضفة الشرقية بيبقى عندنا ثغرة في حقل الألغام بتاعنا اللي في الضفة الغربية. أما بنيجي نخش في حقل الألغام القارب بتاعنا عريض الزودياك، فكنا بنوقفه على سيفه ونشيله على كتافنا ونمشي بيه وهو كده عشان إيه الثغرة صغيرة، ونخاف حد فينا يلطش في لغم أو القارب يقع مننا يقع في لغم وكلام من ده. المهم يعني إيه رجعنا من قوة التيار، مش قادر اوصل للثغرة، اللي هعدي منها. خلاص انا نفذنا المهمة وراجع فمش قادر اوصل. والحقيقة انا زي ما قلت قبل كده الحمد لله، الواحد كان سباح ممتاز يعني وكان من ابطال السباحة. فنزلت القناة بأفارولي في عز التلج في اوائل يناير سنة 70. طبعا مش عايز اشرح لكم المايه كانت ساقعه شكلها ايه، بس نزلت
عشان اتحكم في القارب واوصل بيه للضفة الشرقية بعد ما قربنا خلاص من الشاطئ وخدت الحتة دي عوم وشدت القارب من الحبل بالمجموعة. يعني انا الوحيد اللي في المية خدت الحبل بتاع القارب شديته لغاية ما وصلت للثغرة وبعدين ثبت الحبل معايا لغاية ما المجموعة تنزل تعدي من الثغرة بتاعة حقول الألغام بتاعتنا في الضفة الشرقية في الضفة الغربية. فالحمد لله طلعت من المية طبعا. مش عايز أقول لكم طبعا ان الأفرول اللي انا كنت لابسه اتشرح من الصدى اللي موجود في الحديد بتاع القناة. والحمد لله وصلنا ورفعنا القارب دخلنا من الثغرة وصلنا يا دوبك وصلنا خرجنا من الثغرة كان الشمس ابتدت تطلع. يعني الحمد لله العدو الإسرائيلي ما عرفش ان احنا يعني ما شفناش سواء في الذهاب او في العودة. بس اللي حصل بقى في اليوم ده ايه؟ احنا طبعا عدينا الضفة الشرقية فكان في اثر لينا مكان عملية العبور. احنا بنلبس حاجة بعد ما احنا كافراد استطلاع بنلبس حاجة في رجلنا فوق الجزمة اللي احنا لابسينها اذا كنا معدين باللبس العسكري يعني اسمه الخف. الخف ده عشان ما يعلمش وما يطبعش على الارض ان كان في ناس بتعدي من هنا. ولكن بطريقة او باخرى عرفوا ان في ناس عدت في المنطقة دي. اليوم التاني بقى مع صباحه لقيت لك الدنيا بقت كلها طيران ومدفعية وضربوا المنطقة اللي احنا عدينا منها في شمال البلاح في جنوب البلاح والكلام من ده ان على ان قالك ايه حسوا ان في حد عدى من المنطقة دي. ولكن الحمد لله لا طلع يعني الضرب اللي ضربوه والمدفعات اللي ضربوها والطيران اللي كانوا بيضربوه ما أثرش الحقيقة على التشكيلات البرية بتاعتنا اللي موجودة في الفرقة 18 في هذا اليوم بالذات. عايز اقول نقطة هنا بقى ان بعد ما احنا عدينا ورجعنا الحمد لله بسلامة الله كان يعني نفسنا نعرف نتيجة العمل بتاعنا فنستنى يوم يومين مفيش حاجة نتيجة العمل بتاعنا. بعد تالت يوم لقيت نقط المراقبة بتاعتنا بتبلغنا مبروك يا فندم دخل دبابتين في المرابط بتاعت وانفجرت فيهم العبوات. ما مش عايز اقول لكم الفرحة بتاعت الفرقة 18 من قيادتها للرئيس اركانها لقادة الكتائب للكتيبة بتاعتنا الافراد اللي نفذت وان احنا العملية بتاعتنا نجحت ان احنا قدرنا ندمر دبابتين بالمرابط المرابط الدبابات بتاعتهم بالالغام اللي احنا زرعناها في الضفة الشرقية. فدي كانت المهمة التالتة بالنسبة لي في قطاع الجيش التاني. المهمة بقى الأخيرة ودكت في يعني احنا مش معنى ان احنا بقى في وقف اطلاق نار يوم 7/8 سنة 70 ان بقى في وقف اطلاق نار صحيح انما الاستطلاع لا ما بيشتغلش. لا الاستطلاع برضو اشتغل وكانت مهمتي ازاي اعرف ما هو الجديد بين النقط القوية في منطقة الأمطرة. ففي الفواصل بين النقط كانت بتعدي دوريات. الدوريات دي كانت بتعدي بعربيات نص جنزير عربيات نص الجنزير. الكلام ده كان يوم 6/2/6 سنة 72. فطب عايزين يعني خلاص عرفنا ان النقط القوية بتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا واللوادر بتاعتهم بتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا والدوريات بتعدي من الساعة كذا للساعة كذا بين النقط القوية. فجأة شفت قدامي مركبة اول مره في حياتي اشوفها مش موجوده في التسليح اللي احنا متعلمينه لان احنا كضباط استطلاع وكافراد استطلاع دارسين حاجه اسمها تمييز الاسلحه. تمييز الاسلحه اللي هي الاسلحه الاسرائيليه اللي موجوده عندهم سواء اذا كانت قوات جويه او قوات دفاع جوي او قوات بريه. فلقيت حاجه جديده خالص حاجه جديده خالص الله انا ما شفتش الكلام ده قبل كده. يمكن أوريكوا حاجة كان معايا النوتة الصغيرة بتاعتي بسجل فيها أي حاجة أنا بعملها. فطلعت اللي أنا رسمت الدبابة دي لا كانش معايا لا معايا كاميرا ولا معايا أي حاجة. فلقيت المركبة اللي هي في الصورة دي مش عارف الصورة دي تقدروا تشوفوها ولا لأ. دي مركبة عرفت بعد كده إنها
الام 113 الامريكيه عربيه مدرعه في تشكيلات المشاه الميكانيكيه الاسرائيليه دخلت الخدمه جديد في اسرائيل. ودي كانت معلومه اول مره نعرف، لان كانوا هم الدوريات بتاعتهم كانت بتتم بعربيات نص جنزير اسمها ام 3001 نص جنزير، يعني قدام في كاوتش وورا في جنزير اللي هم دخلوا بيها الحرب العالميه الثانيه. فلقيتها المنظر اختلف وشكل المركبه اختلف، فعرفت بعد كده ان دخلت الخدمه في هذا اليوم الام 113 الامريكيه في الخدمه الان. بعد ما انا تميت عمليه رسم المركبه المدرعه اللي قدامي دي، انا صورتها بالجنب ومن الخلف لان انا شايفها هي قدامي الناحيه الثانيه، فانا شايفها اللي قدرت ارسمه وهي في عمليه المناوره بتاعتها، ان انا ارسمها من الجنب وارسمها من الخلف وارسمها من الامام. انا اول مره اشوفها، فبلغت القياده اللي عندنا وبالذات فرع الاستطلاع، فقال لك روحوا لا ده انت لازم يعني ايه الرسمه اللي معاك دي تروح تشوف الجنس بتاع التسليح بتاع السنه دي اللي موجود في اداره المخابرات. الحقيقه رحت الاداره وفتحوا لي الجنس بتاع، قالوا لي طلع لي المركبه اللي انت شفتها من الجنس ده. فانا فتحت الجنس اللي هو بتاع الاسلحه المتطوره اللي كانت موجوده سواء على مستوى العالم او مستوى امريكا، فطلعت قلت لهم دي اللي انا شفتها. فكان ساعتها يعني ايه قال لك يعني اكتشاف سلاح جديد للعدو الاسرائيلي في القوات المسلحه بتاعتهم، طلعت المدرعه ام 113 اللي هي قامله التدريع الجنزير الكامل. والحمد لله انا بسطت جدا ان يعني ان احنا برضو وصلت المعلومه جديده. وده معنى ايه؟ ان احنا مش معنى ان الحرب ان تم وقف اطلاق النار في شهر 8 سنه 70 ان احنا توقفنا عن العمل في كضباط استطلاع، لا احنا استمرينا برضو لغايه ما تمت عمليه العبور الكبرى بتاعتنا في 73. ودي كنت انا في هذا التوقيت بقى لقيتهم بيبعتوا لي اتنقل لكتيبه استطلاع خلف خطوط الرئاسه العامه بتاعه اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع اللي هي كاف 9 استطلاع خلف خطوط العدو. وباذن الله هنتكلم عليها في الحلقه الجايه.